السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو الخامس من الدورة التأهيلية في علم التشريح. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحركات الأساسية زي الفليكشن والإكستنشن والأبدكشن والأدكشن والروتيشن، يعني اتكلمنا عنه برضه. فالنهاردة هنشوف بقى إكسبشنز أو استثناءات معينة في الحركات اللي احنا قلناها، هنكملها وهنزود بعض الحركات الجديدة النهاردة. فاولا تعال نتكلم على موضوع الفليكشن والاكستنشن. احنا كنا نتكلم على الفليكشن والاكستنشن، ده كان عباره عن ايه تاني؟ يعني فليكشن بيندنج موفمنت، اكستنشن ستريتنينج، يعني كم ستريت مفروض يعني او مستقيم، يعني ستريتنينج موفمنت يعني بفرد الايه المفصل يعني. تمام. طيب فتعال بس نشوف كشكل عام الفليكشن والاكستنشن المشاهير. يعني بصوا معايا كده هنا، يعني ده اسمه فليكشن، اكستنشن بيندنج موفمنت، فليكشن straightening movement ده اسمه ايه؟ extension. تمام كده حلو. والفليكشن عادة بيحصل لقدام، بيحصل ايه؟ ناحية قدام. يعني لما اجي مثلا شوف صوابعي عاملة ازاي، فليكشن extension فليكشن extension، بطني لقدام وبفرد لورا، بطني لقدام وبفرد لورا. طب هل في كل المفاصل في جسمنا التاني ناحية قدام والفرد ناحية ورا؟ وهل كل المفاصل في جسمنا bending movement بطني؟ تمام كده، في حركات تانية. تعال اول بس نتعرف على اسماء شويه مفاصل كده مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنتعرف على شويه حاجات جديده النهارده كده اهو. يعني مثلا المفصل ده اسمه شولدر جوينت، شولدر ماشي اسمه كده. جوينت مفصل، ده مفصل الايه؟ الكتف. تمام. طيب المفصل ده اسمه البو، ده اسمه البو. تمام. حاجة تانية برضو الصوابع، فاكرين ده كان اسمه ايه؟ لا برضو يعني يا ريت يا جماعة نراجع الفيديوهات اللي فاتت، يعني ما ينفعش مثلا تروح جاي تبص على الفيديو ده من غير ما تشوف المجموعة اللي فاتت قبلها. ده الفيديو رقم 5، في 4 قبله، فتيجي تتفرج على الفيديو تقول لك انا مش فاهم ايه الحتة دي، مش فاهمها. طب ما تبص على اللي شرحت يعني ايه فليكشن، شرحت يعني ايه اكستنشن، شرحت يعني ايه انتيريور، يعني ايه بوستيريور، اسماء الصوابع. هنفتكر مع بعض اسمه ثمب، فاكرين ده اسمه ثمب. اندكس، وبعدين ميدل فينجر، رينج فينجر، ليتل فينجر، دي اسماء الصوابع. تمام كده، فده اسمه ليها ثمب، اسمه كده. طيب برضو تعال نشوف مفاصل تانية، كل ده عشان برضو ايه هنفهم دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي، الاكسبشنز في موضوع او ايه الاستثناءات اللي في موضوع الفليكشن والاكستنشن ده. تعال نشوف مثلا حاجه زي كده. بصوا هنا المفصل ده اسمه ني جوينت، الركبه اسمه ايه؟ ني جوينت. تمام ماشي. مفصل تاني ماشي هنا كده تحت هنا في الرجلين كده، الحته دي شايفينها، اسمه انكل جوينت. لما جينا نتكلم على الفليكشن والاكستنشن قلنا بيندنج موفمنت وستريتنينج موفمنت. يعني لو انا عندي عظمه بالشكل ده ماشي، وعظمه ثانيه بالمنظر ده كده، وده اللي بينهم اسمه جوينت. خلاص هنقرب ونبعد، نقرب العظمتين من بعض اسمه فليكشن، ابعدهم ماشي اسمه اكستنشن ماشي. والفليكشن بيحصل لقدام غالبا والاكستنشن بيحصل لورا. طيب في اكسبشنز، في استثناءات. اول حاجه عندنا مفصل الكتف بيحصل فيه ازاي فليكشن واكستنشن ماشي، يعني الكتف ده عامل ازاي؟ اللي هو ده صح مش كده؟ طب ازاي بيحصل فيه الفليكشن والاكستنشن؟ هاتني ايه يعني؟ تمام. هو بص، هو بيحصل لقدام ورا ماشي، بس موضوع البيندنج موفمنت ده غريب شويه مش موجود. يعني اولا ده اسمه الشيست اللي هو الثوركس، يعني القفص الصدري الشيست. فايه في الفليكشن بيحصل ازاي؟ بص كده انا فليكشن هنا، بصوا بيحصل ازاي. يعني دلوقتي ده ايه؟ ده الدراع اهو شايفينه، او اسمه الارم، اسمه المفصل ده اسمه شولدر جوينت. ازاي بيحصل فليكشن واكستنشن في الشولدر جوينت؟ بيحصل فيه ازاي ده؟ هاتني ايه يعني؟ مفيش حاجه تاني هنا، فتعال نتفرج ونشوف. يعني بصوا مفصل الكتف عامل ازاي برضه عشان نتخيل المنظر اهو كده. ادي المنظر، ده مفصل الكتف. فازاي بيحصل فليكشن واكستنشن في موضوع الكتف ده بالمنظر ده كده؟ اهو بصوا 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 بصوا. الارم بيطلع فين؟ ده الارم اللي قدام، اكستنشن بيرجع لورا.
ده اسمه flexion of shoulder joint, extension of shoulder joint. فالفليكشن الارم بيطلع قدام الثوركس او الشيست, في الاكستنشن بيرجع لورا. هو مش منظر عامل ازاي؟ ده اكسبشن, مفيش حاجه بتتني على بعضها. هو الدراع بيطلع لقدام وبيرجع لورا, بيطلع لقدام, ده اسمه فليكشن للشولدر, اكستنشن للايه؟ للشولدر. ده اول اكسبشن في موضوع الفليكشن والايه والاكستنشن. في الاكسبشن الثاني اللي عايز اتكلم عنه اللي هو الثم, ماشي. احنا دلوقتي قلنا بالنسبه للشولدر بيطلع لقدام, كويس, قدام مين؟ قدام القفص الصدري او قدام الشيست, خلاص. الارم بيطلع لقدام. طب بالنسبه بقى ايه حاجه ثانيه, الثمب ده دلوقتي بص على الصوابع عامله ازاي, ماشي. ده اسمه فليكشن اكستنشن للفينجرز دول, ده الاندكس الميدل الرينج الليتل, فده اسمه فليكشن واكستنشن للصوابع دي اللي هم الاربعه دول. طب الثمب فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن, طب إيه شكله ايه ده, ماشي, بتحرك ناحيه ايه البالم كده, بصوا ده اسمه البالم. فالفليكشن والاكستنشن بتاع الثمب على مستوى البالم نفسه, بص بص النظره عامل ازاي, فليكشن يعني الصابع بصوا قدام ورا قدام ورا, ده بالنسبه للثمب على مستوى الايه في البلين بتاع مين, ها, بتاع البالم. في نفس المستوى بتاع البالم بيحصل الايه الفليكشن والاكستنشن بتاع مين, بتاع اللي هو الايه الثمب, ماشي. فالثمب ليه اكسبشن تاني, ماشي, لا قدام ولا ورا, ده في مستوى الايه البالم نفسه, كانه بيروح للبالم وبيرجع تاني, بيروح ناحيه البالم وبيرجع تاني كده, ماشي. ده اسمه فليكشن واكستنشن بتاع مين, بتاع الايه الثمب. بصوا هنا مفصل الركبه, ماشي, ادي مفصل الركبه, فوت كده قدام وكده ورا, كده احسن كده فرنت وكده باك, او كده انتير وكده بوستيريور. ف طب تعال بص كده في الركبه, كده بيتني ركبته اهو, كده بيفردها. طب خلي بالكم تاني الركبه لورا ولا لقدام؟ لورا, ماشي, يعني المفروض ان عندنا ايه التاني عاده لقدام والفرد ايه ناحيه ورا. هنا لا, في الركبه بقى ايه تاني الركبه ناحيه ورا, عكس فين, في الدراع مثلا او في الصابع, ماشي, فرد الركبه ناحيه ايه قدام, فده اكسبشن. هنا التاني ناحيه ورا, ماشي, احنا كده القاعده العامه في التاني وناحيه قدام, لا ده ناحيه ورا بقى. ففي الني جوينت الفليكشن ناحيه ورا والاكستنشن ناحيه الايه الفرنت. يبقى دلوقتي اول اكسبشن فين, في الكتف, الدراع بيطلع قدام مين, ها, الشيست, الارم بيطلع ان فرونت اوف ايه اوف شيست. ايه تاني, في الثمب ناحيه الميديال بيخش ناحيه جوه, حط في اناتوميكال بوزيشن, يبقى تلاقي الثمب بره كده مع فليكشن بيخش لجوه كده, ماشي, الفليكشن بتاع الثمب ميديالي, تمام. ايه تاني عندك, الركبه بتتني لورا. ايه تاني, بص الانكل بقى, الحته دي شايفينها عامله ازاي, مالها الانكل عامل كده. لو جينا نبص على شكله ده اللي اسمها الرجل او الساق, اسمها ليج, تمام كده, وده اللي هو الفوت, حلو كده, تمام, ده الفوت, فده الفوت ودي اسمها ليج. فين الانكل جوينت؟ هنا دي المنطقه دي, ده الانكل جوينت, اسمه انكل جوينت. طيب ظهر الفوت اسمه ايه, الحته دي اسمها دورسم اوف فوت, اسمها الدورسم, دورسم اوف فوت. وباطن القدم اسمه ايه, اسمه سولو فوت, خلاص, تمام. بصوا معايا الدورسم, حاجه لها علاقه بالدورسم دورسل, لها علاقه بالسول بلانتر, خليكم برضه راجعوا الفيديو بتاع ايه الدايركشنز والحاجات دي كلها. يبقى ليها علاقه بالدورسم بتاع الفوت دورسل, طب في السول بتاع الفوت بلانتر, ماشي. طيب فحاجه ثانيه, ففي عندي حركتين بيحصلوا هنا, بصوا كده, حركه الدورسم بيطلع لفوق كده, الفوت بيتحرك كده, وحركه السول بينزل لتحت كده بالمنظر ده, اللي هي عكس الحركه اللي فوق دي, تمام. فبنسمي الحركتين دول ايه, بصوا السول بينزل لتحت والدورسم بيطلع لفوق, السول بينزل لتحت والدورسم بتاع فوق بيطلع لفوق, بصوا, ماشي, تمام. بنسميها الحركه دي, بنسميها, بصوا, لو طلع لفوق كده الدورسم لفوق ده بنسميه دورسال فليكشن او دورسي فليكشن او فليكشن للدورسم بتاع الفوت, اسمه كده دورسي فليكشن او الدورسال فليكشن اوف فوت. طيب السول بينزل لتحت,
اسمه بلانتر فليكشن، اسمه كده بلانتر فليكشن. في حاجة اسمها الدورسي فليكشن وفي حاجة اسمها ليها البلانتر ايه البلانتر فليكشن. تمام. طيب فاضل حاجة واحدة بقى، الجزع. الجزع ده اللي هو الصدر والبطن كده مع بعض بيسموه ليها الجزع. طب الحركة دي نسميها ايه؟ بصوا كده هنا شايفين المنظر ده نسميه. بص اقول لكم حاجة، لو الواحد مايل لقدام او رجع لورا، مايلت لقدام او رجعت لورا، لقدام اسمها فليكشن اوف ترانك، رجعت لورا اكستنشن اوف ترانك، ده اسمه الجزع او الترانك. فطلعت لقدام فليكشن اوف ترانك، رجعت لورا اسمها اكستنشن. طب ودي نسميها ايه؟ الحركة دي نسميها ايه؟ يعني بمايل بالجنب ماشي، اسمها الحركة دي اسمها لاترال فليكشن ماشي. مش معناها لاترال ميديا، لاترال يعني ناحية الجنب يعني، فكلمة لاترال تستعمل حاجة جانبية مش معناها بقى ناحية بره بقى. فانا ايه؟ لاترال فليكشن يعني مفيش حاجه اسمها ميديال فليكشن، لا مفيش يعني هنا مش معناها بقى لاترال ميديال، مفيش حاجه اسمها ميديال، اسمها لاترال فليكشن يعني بيميل بالجنب يعني. تمام. فدي اسمها لاترال ايه؟ فليكشن يعني تانية على الجنب، المفروض بقى تانية قدام وبتاع، لا هنا مفيش الكلام ده كله، بنسميها لاترال فليكشن اوف ترانك، اسمها لاترال ايه؟ فليكشن. ادي الخمسه اكسبشنز بتوع مين؟ بتوع الفليكشن والايه؟ والاكستنشن. يبقى انا دلوقتي لما احب اعمل مراجعه كده على الاكسبشنز بتاعت الفليكشن والاكستنشن، اولا الارم بالنسبه للشولدر جوينت، الارم بيتحرك قدام الشيست، البالم بيعمل فليكشن واكستنشن على البلين بتاع مينها؟ على مستوى البالم بالثمب. ثلاثة الركبة بترجع لورا، أربعة الفوت دورس فليكشن بلانتر فليكشن، يطلع لفوق دورس فليكشن ينزل تحت بلانتر فليكشن. الترانك بحرك بالجنب اسمها لاترال فليكشن اوف ايه؟ اوف ترانك. دي بالنسبة للاكسبشنز الخاصه بمين؟ بالفليكشن والايه؟ والاكستنشن. ده بالنسبه للاكسبشنز اللي موجوده فين؟ في الفليكشن والاكستنشن. طيب في الابدكشن والابدكشن ماشي، يبقى كده عرفنا الاكسبشنز بتوع الفليكشن والاكستنشن. هل في بقى استثناءات اخرى للابدكشن والابدكشن؟ اه في. بصوا معايا دلوقتي، احنا قلنا كلمه ابدكشن نراجعها كده مع بعض. بصوا الحركه دي، بصوا كده مع الحركه دي ماشي، ده الارم اهو ببعد عن ال الميديم بلين او الميد لاين وقرب من الميد لاين ماشي. ابعد ابدكشن، اد يضيف يقرب مش كلام، ادكشن ابدكشن ابعد، اد ادكشن اقرب. حلو كده، ده كلام جميل. نفس الكلام في الرجل برضو، ابدكشن اوف ثاي او يعني في الرجل عموما، وادكشن برضو. طيب الصابع شايفين عامله ازاي؟ بصوا كده على الصابع كويس كده، اسمه لو دي اسمها الفينجر زي شايفين عامل زي الاربع صوابع دول او الصوابع دي، فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن. طب في الثمب فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن، خلي بالكم فليكشن اكستنشن للثمب، فليكشن بصوا هنا بس اقف بتاع ده كده عشان نفهم بس ماشي، خلي بالكم بصوا هنا كده، فليكشن اكستنشن للصوابع دول، فليكشن اكستنشن للثمب، شوف المنظر عامل ازاي. طب اللي بيطلع قدام ويرجع ورا ده بيروح ناحيه الميديا ويرجع تاني كده. السؤال بقى دلوقتي، الحركه دي ابدكشن ادكشن ابدكشن ادكشن للفينجرز، ابدكشن ادكشن ابدكشن ادكشن. لا طب دي كده بنروح فين؟ هتقول لي بقى ميد لاين ولا مش ميد لاين؟ لا بص معايا كده، ده اسمه ميدل فينجر، اسمه ليه؟ ها الميدل فينجر. الصابع كلها ابدكشن وادكشن للفينجرز، بص منظر عامل ازاي، معناها موفينج الفينجر اواي فروم الميدل فينجر، ببعد عن مينها؟ عن الميدل فينجر. ادكشن اقرب منينها؟ للميدل فينجر. ابدكشن اوف فينجرز ابعد عن الميدل فينجر، ادكشن اوف فينجرز اقرب من الميدل ايه؟ فينجر. فهمت المنظر عامل ازاي؟ ده بالنسبه للابدكشن والادكشن للفينجرز، غير بقى بتاع الدراع نفسه ابعد عن الايه؟ عن الترانك وابعد عن الميد لاين وقرب من الميد لاين. هنا بقى في الفينجرز ده الميدل فينجر، ابدكشن ابعد عن الميدل فينجر، ادكشن اقرب منينها؟ من الميدل فينجر. حلو كده خلاص. طيب لما بنيجي نتكلم على الفينجرز، دول اسمهم فينجرز ماشي، ودول اسمهم توز. طيب ده الاول الثاني الثالث الرابع الخامس ماشي، هنا في الصابع الثمب اندكس ميدل فينجر، ده اسمه الميدل فينجر. في الابدكشن والابدكشن اوف فينجرز بتحرك كده
كده ابدكشن ببعد عن الميدل فينجر، ادكشن بقرب منها من الميدل فينجر، فده اسمه ابدكشن وادكشن اوف فينجرز. ابعد اب اقرب اد لمين؟ لده. يبقى ده الاساس بتاعي. طيب بنيجي نبص على الفوت تحت، ده مين ده؟ هنا ده اسمه السكند تو، اسمه ايه؟ سكند تو، ابعد عنه واقرب منه. ماشي، ابدكشن وادكشن اوف توز، ماشي، موفينج التوز اواي، ماشي، فروم ميدل فروم سكند تو، ده اسمه ابدكشن، توردز السكند تو ده اسمه ايه؟ ادكشن. فده بالنسبه للابدكشن وادكشن اوف ايه؟ اوف توز. خلصنا من دي. يبقى ده برضه اكسبشن موجود فين؟ في الابدكشن والايه؟ والادكشن بتاع الفينجرز وبتاع مين؟ بتاعت التوز. طب الثمب، الثمب الابدكشن والادكشن بتاعه ازاي؟ ماشي، يعني احنا قلنا كده الثمب فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن. طب الحركه دي ايه؟ الحركه دي ايه؟ دي اسمها ابدكشن وادكشن. طب دي بتحددها ازاي؟ دي حركه غريبه قوي. ده اسمه البالم، اسمه اخوانا ايه؟ البالم. بصوا معايا، الثمب هبعده عن البالم وقربه من البالم، ابعده عن البالم وقربه من البالم، او ابعده عن البالم وقربه منينها؟ من البالم. بس ابعد وقرب من البالم، ابدكشن اوف ثمب، ادكشن اوف ثمب. خلي بالكم، ابدكشن ادكشن، ابدكشن ادكشن. مين ده هنا؟ اي حركه ببعد فيها الثمب عن البالم ده اسمه ابدكشن، اقربها من البالم اسمها ادكشن. خلي بالكم في اتجاهين في الابدكشن والادكشن بتاع الثمب. بص المنظر عامل ازاي، يعني لو حطيت المنظر كده هنا، في ممكن ابعد لبره في الاناتوميكال بوزيشن واقرب لجوه، لاترال ابدكشن بالمنظر ده كده، يعني ببعد عن مينها؟ عن البالم ناحيه لبره، او بالمر ابدكشن او انتيريو، يعني مش كان ببعد عن مينها؟ عن البالم بس ناحيه ايه؟ قدام. المهم يعني احرك الثمب بين البالم سواء لقدام او للجنب، دي اسمها ابدكشن اوف ثمب، اقربه يبقى اسمها ايه؟ ادكشن اوف ايه؟ اوف ثمب. يبقى انا عندي في اكسبشنز في الابدكشن والادكشن. اولا حاجه في الفينجرز كلها على بعضها ببعد عن الميدل فينجر واقرب، في التوز ببعد عن السكند تو واقرب منه، في الثمب ابعد عن البالم واقرب منينها؟ من البالم. ابعد ابدكشن اوف ثمب، اقرب اسمها ادكشن اوف ايه؟ اوف ثمب. ده بالنسبه للحركات اللي هي الابدكشن والايه والادكشن والاكسبشنز ايه بتاعتها. طيب حاجه ثانيه، في بقى حركات جديده بقى خالص. بقى احنا كده عرفنا الاكسبشنز بتاعت الفليكشن والاكستنشن والابدكشن والايه والادكشن. كلمه سوباين او برون عموما، ماشي، هي معناها المنظر ده. كلمه سوباين يعني واحد نام على ظهره بالشكل ده، ممكن نام على ظهره كده على السرير اسمها سوباين بوزيشن، واحد نام على بطنه وعلى وشه كده اسمها برون بوزيشن. خلاص يعني ممكن الشخص ده ان سوباين بوزيشن يعني نام على ظهره، ان برون بوزيشن نام على بطنه بالنسبه للهاند. ولا لو انت واقف والبالم ناحيه قدام ده اسمه سوباين بوزيشن، البالم ناحيه ورا اسمه برون بوزيشن. ماشي، او لو انا عامل ايدي قدام كده والبالم ناحيه فوق اسمه سوباين بوزيشن، والبالم ناحيه تحت يبقى اسمه برون بوزيشن بتاع الهاند. انا بتكلم على الهاند دلوقتي، كده سوباين كده ايه؟ برون. بص معايا بعد شويه كده نشوف اهو. يبقى اللي فوق اسمه ايه كده؟ ايه الوضع ده؟ اسمه سوباين، ده اسمه برون. طب الحركه دي اسمها ايه؟ بص معايا كده، انا كده برون عايز بقى ارجع سوباين، بص عامل ازاي كده، بقيت سوباين، فالحركه اسمها سوباينيشن. طب انا كده سوباين عايز ارجع برون، هعمل برونيشن. يبقى تاني في حاجه اسمها سوباين، في حاجه اسمها برون في الهاند. طبعا سوباين وبرون بس وخلاص، دي معناها ان انا نايم على ظهري او انام على وشي. طب تعالى نبص في الهاند بقى هنا كده. ماشي، بص ده اسمه سوباين بوزيشن اوف هاند، ده اسمه برون بوزيشن، سوباين بوزيشن وده اسمه برون بوزيشن. ده مش حركه، ده مش حركه، دي اسمها برون بوزيشن، دي مش حركه، دي اسمها سوباين بوزيشن. طب حلو، انا كده برون، انا كده ايه؟ برون، عايز ابقى سوباين للهاند، فهعمل سوباينيشن. ماشي، بقيت سوباين. طب انا كده سوباين عايز ارجع تاني برون، هعمل برونيشن. مش هلعب. يبقى دي بقى الحركه، يبقى السوباينيشن والبرونيشن الحركه. يبقى البرونيشن ماشي من سوباين لبرون، سوباينيشن من برون الى سوباين، فدي برضو حركه اسمها برونيشن وسوباينيشن. حركه ثانيه خاصه بالفوت، بصوا هنا كده، لما نيجي نبص على الفوت هنا كده، نوقف الحركه الاول كده خالص. اللي فوق ده اسمه
الدورسم اوف فود وتحت اسمه السولو فود. حاجه لها علاقه بالدورسم قلنا دورسال زي دورسيفليكشن مثلا، حاجه علاقه بالسول اسمها بلانتر. ماشي طيب، فده السول بتاع الفود مش هنا كده. تعال شوف الحركه الغريبه دي، كان في حاجه اسمها دورسيفليكشن بلانتر فليكشن شفناها صح؟ بصوا بقى الحركه دي، بصوا هنا كده في الوضع التشريحي كده ميديال وكده لاترال، يعني ناحيه جوه ناحيه بره، الميد لاين موجود هنا كده، فكده ميديال وكده لاترال، ميديال ولاترال. تمام حلو، فنعمل ايه؟ هلوح الفوت، اخلي السول يلف لجوه، بصوا وارجعه تاني لبره لجوه والبره لجوه والبره. بصوا المنظر عامل ازاي، هقلب الفوت لجوه وبعدين ارجع تاني بره. بصوا المنظر عامل ازاي كده، اهو لجوه لبره لجوه لبره، ان اوت ان اوت. انا بحرك مين؟ السول، خلي لجوه والبره اللي جوه والبره، ان واي او اوت مش كده، ان فيرجن اي فيرجن، ان فيرجن اي فيرجن، ان اي اتكتب ازاي؟ بصوا كده هنا ان فيرجن واي فيرجن تاني، ان اي ان السول موف انوارد ناحيه جوه، اي فيرجن السول موف اوت. السول ده لو باطن القدم، لو باطن القدم تحرك ناحيه جوه ان انفيرجن، باطن القدم تحرك ناحيه بره اسمها اي فيرجن انفيرجن اي فيرجن. بص مثلا ازاي تاني، ان اي انفيرجن السول موف انوارد، اي فيرجن السول موف اوتوارد اسمها انفيرجن واي فيرجن. ده برضو بالنسبه لحركات الايه الفود، دي حركات جديده اسمها انفيرجن واي فيرجن. حركه ثانيه اسمها غريب شويه برضو، بروتراكشن وريتراكشن. بصوا الفك ده ماشي، اللور جو او المانديبل اسمه الفك، الفك السفلي بصوا هطلع له قدام كده وارجع له ورا، طلعه بره وارجع ورا، او هنشوفها بسرعه احسن، نشوف فيديو احسن. الفك يتحرك لقدام ويرجع لورا، بصوا اهو يتحرك لقدام ويرجع لورا ودمر. عشان بروتراكشن ريتراكشن، برو ري بروتراكشن ريتراكشن ماشي. يبقى تاني كده، الفك ده يطلع لقدام اسمها ايه؟ بروتراكشن، يرجع اسمها ريتراكشن، بروتراكشن ريتراكشن. برضه في حاجه ثانيه لوح الكتف برضه ليه حركه زي دي بس اسمها بروتراكشن وايه وريتراكشن. بص المنظر ده لوح الكتف، شايف المنظر عامل ازاي؟ بيعمل ايه؟ ويرجع لورا، يطلع لقدام ويرجع لورا، يطلع لقدام ويرجع لورا. بص المنظر عامل ازاي؟ بروتراكشن ترجع اسمها ريتراكشن، عارف نقول بتزق حاجه كده بايدك كده، بروتراكشن وايه وريتراكشن، بروتراكشن وريتراكشن. يعني معلش الفيديو تقيل شويه، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.